اليوم غادي ناخدكم معايا رحلة لاكتشاف الذات، رحلة باش نفيقوا الحلم اللي يا منعس فينا، باش نبدأ صفحة بيضة مليئة بحب الذات والنجاح، مليئة بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. أكيد أي واحد فينا كيمر لحظات صعيبة في حياته كتخليه يستسلم ويكره قاعد الحياة، كيخليه يفقد الأمل ويحس بالضغوطات النفسية اللي غالبا كترجع حياته كاملة كحلة ما فيهاش ولو نقطة صغيرة بيضة، كتخليه يحس بالاكتئاب والكآبة بأنه وحيد في هالدنيا، وخا يكونوا بزاف بالأحباء والأصدقاء معاه، لكن في الداخل ديالو كيحس بالوحدة الشديدة. أي واحد فينا عنده حلم، طموح، هدف نساه، وتيقدك الكذبة أنه عمره ما غادي يوصل له أو عمره ما غادي يكون ناجح، وهنا هادشي اللي كيحلم به مجرد أوهام عمره ما غادي يتحقق. انسى كل حاجة كتخليه يكون ناجح، انسى اي حاجة كتحقق الذات ديالو، هادشي اللي خلاه يكون جسد بلا روح. اليوم بغيت نقول لك اللي كنت كتسمع هاد الفيديو، نود، فيق، بدأ من جديد. أي حاجة كتفكر فيها بقى كتفكر فيها، كل نهار فكر فيها، كتبة 50 مرة في النهار ولا غا واحد مرة في النهار وإذا ما قدرتيش، مهم كل نهار كتبة. الهدف ديالك دايما خله قدامك، ما تيأسش، ما تفقدش الآمال، خلك كل نهار عندك واحد الطاقة الإيجابية، عندك واحد التفاؤل، واحد النظرة جميلة للحياة. احنا في هاد الدنيا لهدف، ما خصناش نعيشو غا هكذا وصافي بلا ما نحققو الذات ديالنا، بلا ما نتبعو الأحلام ديالنا، بلا ما نتبعو خيوط الأمل والتفاؤل. إلا ما كانش عندك هدف في هاد الحياة، كون أكيد غادي تتيه وغادي تضيع في متاهة الحياة، غادي تحس بالضياع. خد لك ورقة وقلم وكتب الأهداف ديالك، مثلا من هنا 2020 عام سنة، شنو خصك تكون حققتي، شنو الهدف اللي خصك تحققه من هنا العام، او اعمل من هنا 5 سنين، شنو هما الاهداف، شنو هو الشخص اللي خصك تكون عليه من هنا 5 سنين ان شاء الله، شنو هما الحوايج اللي كتمنى تشوفهم في راسك، شنو هما الحاجات اللي عييتي ما تأجلهم، كتقول مصاب من هنا 5 سنين يكونوا ديك مصاب بالإرادة
والعزم خليها حقيقة، وكن أكيد ماشي سهل أنك توصل للأهداف ديالك، غادي تحس بصعوبة، لكن في نهاية الطريق غادي تحس بواحد الراحة وبأنك حصدت الثمار للتعب ديالك، بأنك نلت العلا، بأنك وصلتي حققت ذاتك، وأخيرا ديك التعب كيكون بحلاوته، يعني التعب اللي ما كيكونش على الفاضي، ما كيكونش على خو الخاوي، التعب باش توصل لواحد الحاجة اللي نتينا عييتي ما تحلم بيها، وعييتي ما تتعب وما كنتيش عارف توصل لها، كان خاصك توصل لها ولكن بلا ما تمن حتى حاجة. كان غير يقول لك ان اي حاجة في هاد الدنيا كتبان لك مزيونة، واي حاجة كتشوف اي ناس شفتيهم ناجحين في حياتهم، فعرف انهم تعبوا على الدد ديالو، تعبوا باش وصلوا لذاك الشيء، ما كانوش غير كيهضروا، كانوا كيحلموا وفي نفس الوقت كيمشيو مورا الحلم ديالهم خطوة بخطوة، كيطلعوا سلم النجاح، كيتعبوا ولكن عمرهم ما استسلموا ولا حسوا بالإحباط. واخا كيحسوا بالإحباط، نافذة الأمل والتفاؤل ديما مفتوحة، هكذا خصو يكون كل واحد فينا، عمرنا ما استسلموا ولا نيأسوا ونساو الأحلام ديالنا ونساو الدرس ديالنا، شكون حنايا، شنو باغيين من هاد الحياة، واش حنا هما حنا، واش حقا هكذا حنا كان خصنا نكونو. بزاف فينا، بزاف منا تخلوا للأحلام ديالهم على موهبة، على بزاف بسبب كلمة من مقربين ليلهم أو أصدقاء ديالهم. ومن هنا كذلك كنبغي نقول، نبغي نوجه رسالة للناس اللي كلهم طاقة سلبية، مثلا شي واحد كيبغي يسقسيهم ياخذ بالرأي ديالهم، يعطيهم واحد انرجي بوزيتيف، ولكن للأسف الشديد الرد والإجابة ديالهم وحتى الآراء ديالهم كل نيجاتيف، كل شي عندهم سوداوي، لا 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 ما غاد نجحش، لا لا ما تفكر، لا مستحيل، لا هكا تضيع وقتك، لا 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 بزاف لا. بغيت نقول لك، واذا كان عندك شي حلم ما تسقسيش الناس، سقسي راسك، راسك انتينا، انت اللي عارف القدرات ديالك، وانت اللي عارف شنو في الداخل ديالك، انت فقط لا غير، انتينا كن هو المشجع الرسمي لراسك، انت كن هو الداعم الاساسي لراسك، ما تحسش شي واحد اللي شجعك، لانه خود جبرتي غتجبر القليل القليل، وانما الاكثر غادي تجبر طاقات محبطة والسلبية. لذا بلا ما تحمقوا راسكم وتقسوا للاراء الاخرين حول اي حاجة بغيتوا تكونوها في المستقبل او تحققوها، ما دمتم عندكم واحد الهدف، انتم اللي شجعوا راسكم وانتم اللي سعوا مرا الهدف ديالكم، كونوا انتم وحققوا الذات ديالكم، النهار اللي غد وصلوا للهدف غادي تحسوا طعم النجاح، وغادي تضحكوا على اي كلمة احتقروكم بيها واستغربوا
واستصغروا المكانة ديالكم واستهزؤوا بكم، لأنهم حقا معرفوش القدرات ديالكم. انتوما اللي كتستحقوا كل تقدير، لأنك أمنتي بنفسك، أمنتي بذاتك، وهانتي دابا الحمد لله وصلتي، هانتي كتحس بواحد الراحة، كتقول وأخيرا وأخيرا وأخيرا. أي واحد عنده حلم طموح يتبعه، يمشي موراه، يخدم عليه، يتابع له، مهم يحقق الهدف دياله. وما تنسوش حتى حاجة ما كتجي بالساهل، لكن من بعد الصعوبة ومن بعد العسر كاين اليسرى.